الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم، يوم جديد وحلقه جديده من المحترف. يا رب النصر لمصر. ان شاء الله بكره عندنا لقاء تاريخي، لقاء اعتقد يعني هيكون تاريخ مميز ان شاء الله للكره المصريه على مستوى الوصول لكاس العالم. بكره مباراه قويه جدا امام منتخب قوي جدا، المنتخب السنغالي، مباراه العوده. شفنا مع حضراتكم وتابعنا وكل مصر تابعت وكل المصريين سواء موجودين داخل مصر او خارج مصر مباراه مصر والسنغال في القاهره والفوز 1-0. خلينا نتكلم، دايما كل مباراه ليها ايجابياتها وليها سلبياتها مفيش شك. اعتقد ايجابيات المباراه اللي فاتت كانت ايجابيات كثيره جدا، رغم ان الناس بتتكلم على الاداء اللي كان يمكن في الشوط الثاني بالذات كان اداء متواضع جدا للمنتخب المصري، لكن انا هتكلم بصوت اللعيبه. انا كنت من خلال يعني تواجدي مع منتخب مصر ومشوار الحمد لله 15 سنه مع المنتخب، في مباريات فيصليه في التاريخ لازم تغاضي شويه عن الاداء. الاهم هو النتيجه، نتيجه 1-0 نتيجه الناس قالت نتيجه مقلقه، قالت كده نتيجه الاداء في الشوط الثاني، نتيجه 1-0 في اعتقادي نتيجه جيده امام منتخب كبير زي منتخب السنغالي. نتيجه 1-0 بتديك ان شاء الله بكره اولويه كبيره جدا جدا، حتى على الشكل التكتيكي، على الشكل الخططي، على ثقه اللاعبين. بكره ان شاء الله كل ما الوقت بيمر احنا ان شاء الله نبيد ثقه واصرار للوصول لكاس العالم. على الجانب الاخر المنتخب السنغالي يزيد توترا لانه محتاج الاول يحرز هدف علشان يتعادل او يكون في تعادل. احنا كل ما الوقت بيمر ان شاء الله بيكون في صالحنا، لكن مش عايز اخد من دوت ان احنا نروح ندافع من اول دقيقه. انا في اعتقادي الشخصي ان المفاجاه الكبيره اللي ممكن يعملها كيروش بكره هو عمليه الضغط من قدام من اول 10 دقائق، تدي يعني بتدي صوت واضح وصريح للمنتخب السنغالي انك مش خايف منه، وده مهم جدا. وصلنا في وقت من الاوقات في المباراه اللي فاتت حسينا ان المنتخب المصري خايف من منتخب السنغال. كلمه خوف ديت كلمه صعبه جدا للاعيب الكوره، بيتوتر بشكل كبير، ما بيكونش عنده تركيز، بيتعامل جوه الملعب بعشوائيه. لكن ممكن تحترم الفريق، في فرق انك تحترم فريق السنغال وفي فرق انك تخاف من منتخب السنغال. الخوف مش مطلوب بكره، بالعكس الضغوط الكبيره هي على منتخب السنغال، بيلعب على ارضه، استاد لسه جديد، جماهير من خلال النهارده متابعتنا في المحترف هنلاقي في حشد جماهيري كبير جدا، في حشد معنوي كبير جدا، في كمان ضغوط على لاعيبه المنتخب المصري وخاصه محمد صلاح من جانب الجماهير، من جانب الصحافه السنغاليه اللي هنتناول مع حضراتكم النهارده قالت ايه عن مباراه بكره.